بحكم ان انت كنت عايشه هناك في قطاع ولا في قطاع غزه؟ في قطاع غزه. كلميني الاول عن اهلك الموجودين حاليا، انت سايباهم، التواصل ازاي؟ اهلي متواجدين الان في قطاع غزه. التواصل معهم منقطع تماما من 15 يوما. ما فيش اي تواصل معهم بتاتا كليا، يعني حتى نت اتصالات دوليه بنحاول، الشبكه واقعه يعني ما بنقدرش نوصل فيهم. بنحاول نوصل لهم عن طريق ناس اقرباء. فما بعرف عنهم اي شيء، لا بعرف هل هم تحت الردم، هل هم فوق الارض، هل هم تحت الارض، هل هم نازحين، هل هم انتقلوا من المنطقه. انا اهلي موجودين في منطقه جباليا، في منطقه الفاخوره. هذه المنطقه تقريبا ابيدت، منطقة الشهداء الستة، منطقة التوبة، منطقة أبو جلالة، هاي المناطق كلها تقريبا الأبراج واقعة. وهي الأخبار اللي بتجيني إنه المنطقة يعني أغلبها واقعة على الأرض. يعني في كلمة مؤثرة جدا حكت لي يا صديقة إلي من قريب، إنه المنطقة أبيدت. فبحكي لها لو سمحتي بس أهلي وين من كل هذا الموضوع؟ فحكت لي بعدين بحكي معك. فأنا برضو قلقت بزيادة إنه أنا ما في عندي أي أخبار. وأنا بتمنى إنه أنا يعني يوصلني خبر منهم إنهم بخير إن شاء الله. إن شاء الله. وعندي أخت في انصيرات ودير البلح وفي غزة نفسها. طيب ما وصل لكيش حتى الحياة اليومية دلوقتي بقت عاملة ازاي؟ الحياة اليومية وصلتني عن طريق طبعا أصدقاء، مش عن طريق الأهل. الأهل مش عارفة أتواصل معهم. بس في أصدقاء يعني بالسرقة، ممكن عن طريق فيديو مصور أو إشي زي هيك. الوضع صعب جدا في المأكل، في طريقة التعامل، في المية، في حتى في اللبس. اللبس ما عندهم مش لبس يلبسوه، يعني عندهم لبس معين، لانه انت لما بيطلع من بيتك نازح ما بيلحقش اصلا ياخذ ملابس معاه. انت بتطلع بالرايه البيضاء واوراقك الثبوتيه في ظهرك من ورا بالشنطه، غير هيك ما فيش. طيب لما بيحصل عمليات القصف البشعه اللي احنا بنشوفها والبيوت بتتهدم وكده، طبعا في كتير من لسه ما بقاش نازح، بيبقى موجود. صحيح. بيعيش ازاي بقى؟ يعني بياكل ازاي؟ بيشرب؟ بيلبس ايه حتى؟ انا يعني تواصلت مع عائله على هذا. فبتحكي لي احنا الرغيف الخبز بنقسمه، اللي هو العيش طبعا، بنقسمه اكثر من قسم، بنحط حق الاولويه للاطفال للسن الكبير. يعني حتى اصبحوا استراتيجيين في التعامل. يعني صاروا يعملوا استراتيجيه. يعني احنا مثلا اطلقنا بيننا بالعائلات انه لازم انت تبدل ابنائك. يعني عندنا مثلا الاخ والاخ الثاني او الاخت، انت بدل ابنائك مع بعض حتى لو انقصفت العائله. هذه احنا بنعملها خطط، يعني انه للبقاء. احنا هلقيت صرنا امام واقع انه احنا اباده جماعيه. فبنبدل ابناء بمعنى ايه؟ معلش يا استاذ. ابدل ابناء، مثلا اختي لها عندها 5 اولاد، واختي الثانيه عندها مثلا 3 بنات وولدين. انت بدلي ولدين مع البنتين واعطي. لو انقصفت العائلة هاي بضل من العائلة هاي بالعائلة الثانية. فهذه اللي هو عشان برضو يعني احنا وصلنا لمرحلة ان انا مثلا لو عندي 4 اولاد اخلي معايا ولدين تعايش. من العائلة الثانية ولدين التانيين لاخواتي، واخد من العائلة الثانية برضو 2، بحيث ان لو انا انقصفت يبقى ابني او ابن ابنائي يعيشوا في حتة تانية. يبقى اثر. صحيح. ينجي يعني احد من العائلة، لانه في صارت عندنا احنا عائلات اجتثت من جذورها. طبعا من جذورها غير موجودة.